شغال 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 يا وحش. ابدا 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 جمع لي مصر كلها يا وحش، جايب لك الصفقه من تاني. شغال شغال يا قلب وحش. كل ما مساء الخير على احلى جروب في الدنيا، جروب كوكو اند اس. عايزك تجمع العرايس وستات البيوت كلها، واللي عندها عروسه تضربها وتقول لها كوكو جاب لك طقم السيري بكام؟ ب 899 جنيه. ب 899 كله يجمع بسرعه. بقول لك طقم السيري ب 899 جنيه. جمع مصر ب 899 جنيه مشاركات. عايزين اللايف ده دلوقتي يجيب ال 2000 بسرعه كده، العرايس كلها تجمع. جايب لك صفقه ب 899 جنيه. عملنا عرض عم لامين الفرداني من شويه في المنزلي، طياره شغال طياره. هنعمل لك عرض على السيني دلوقتي ب 899 جنيه. 899 ببلاش. بقول لك النهارده وبكره وبعده العرض، حتى انا فاز الكميه، ما عنديش كميه كبيره، هم 200 طقم. يا تلحقي ما تلحقيش. بيقول لك حتى نفاذ الكميه ب 899 ببلاش. 899 شغال شغال. 899 لسه بدري، عايزك تجمع لي شغال. بقول لك من الكميه مش كتير، 200 طقم حلويات. اول 200 عميل هيجوا هم اللي هيستفادوا. حلويات هتيجي متاخر بكره فرع المنزل. اقول لك كان عندي وخلص. يلا بسرعه كبس لك عشان كله يستفيد من العروض. بيقول لك 200 طقم، هنبيع الطقم منهم ب 899 جنيه. ومين يبيع زيك؟ مين؟ ابو بلاش وصل محلات كوكو اندس برعايه محمد سيد، هو اللي جايب الصفقه، ربنا يبارك له. الله يبارك له. ادعوا له، هو اللي جايب الصفقه، ربنا يبارك له. اخونا محمد بيت سيد شغال. يلا كله يجمع بسرعه. عايزك تجمع مصر كله يجمع بسرعه. جايب لك طقم بيتباع ب 2003، هبيعه لك ب 899. ما تسالش ازاي. ممكن الكميه تخلص من دلوقتي لو ما لحقتيش. ما تسالش ازاي. بنفتح من الساعه 10 الصبح الساعه 11، بنفتح من الساعه 11. تيجي بدري تلحقي. تلحقي ايه؟ تلحقي وش القفص، تلحقي الالوان، تلحقي التشكيل، تلحقي الكميات. جيتيلي متاخر، اقول لك كان عندي وخلص يا عم مصطفى. العروض دي من اللي بتخلص في اول ساعه في اليوم يا جماعه. دينا بالنبي وبنيان اهو. جمع عايزك تجمع لي 1000 واحد في اللايف ده كله يجمع. قلت لك صفقه قسما بالله بتتباع ب 2000 جنيه وب 3000 جنيه، هبيع عليك ب 899. اللي داخل اللايف كسبان. الصيني والله اللي داخل اللايف ده كسبان. قال لك احنا ملوك الصيني في مصر يا وحش. يلا يا باشا اللي عندها عروسه تصحيها وتقول لها كوكو بيبيع الصيني ب 899 جنيه. ببلاش ب 899 جنيه. ببلاش ب 899 جنيه. ببلاش وكله يجمع بسرعه. الصيني بيخش الميكروويف اتنين لون ولون واحد وتشكيل الوان، بقولك ب 899. اللي شايفين حلويات كده الصفقه اللي خلصت قبل كده والناس ما لحقتهاش، انا قررتها لك من تاني. يا وحش شغال. الله يبارك. جمع مصر كلها، كله يجمع. عايز العروس كلها تستفيد. كله يجمع وكل اللي معانا يصلي على النبي ويثبت حدود. تستفيد يا عم مصطفى. كل اللي معانا يصلي على النبي ويثبت حدود. جمع الناس. جايب لك بصي حلويات. حلويات شغال شغال يا ابني. وهبيع لك النهارده طقم ب 899. جمع الناس كلها. بقول لك هبتديها معاك من اول 899. حلويات 899. يلا وحشه يا زين. هبيع لك طقم بيدخل الميكروويف بورسلين حراري الوان ب 899. ازاي ما تسالش؟ طقم قسما بالله بيتباع ب 2000 جنيه وب 3000 جنيه، هبيعه لك ب 899. عايز اقول لك الناس كلها واقفه، انا اول ما اقول العرض الكميه تخلص. تيجي بدري بكره هم 200 طقم، هم 200 طقم، وانا بقول اهو هم 200 طقم عشان الناس ما تجيش متاخر وتقول لي انا جاي والعرض خلص. 200 طقم هتيجي بدري، هتلحقي الالوان، هتلحقي الكميه، هتلحقي سعر العرض. وعرض واحد لكل عميل. عرض واحد لكل واحد. عرض واحد لكل عميل. مش انت واحد وبنتك واحد وبنت خالتك واحد وبنت عمتك واحد. العرض ده واحد. عرض من القلب للقلب من محلات كميات لمصر. شغال شغال يا قلبي. جمع الناس بسرعه الصاروخ. قلت لك ب 899. يلا 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 نصحى مع بعض. ب 899 نصحى مع بعض. تعالى لي اوريك يا حبيبي الحلويات. تعالى 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 تعالى. قلت لك ب 899 جنيه. ب 899 وخليكوا فاكرين. بيقول لك ب 899 السيني في محلات كوكو اند اس. العرض ده شغال بكره. بورسلين حراري يخش معاك الميكروويف شغال. بص الالوان. قلت لك الطقم ال 24 قطعه اللي فيه السرافيز الكبيره بالواناته. بالواناته هطلع لك الطقم كله. حلويات يا حبيبي. بالواناته بالواناته. بص السرافيز عندك ست سرافيز كبار اهم
شغال؟ شغال يا قلب الواحد. انت سرافيت كبار، انا عايز اطباق غويطه بتاعت الغرفه. اقول لك لا موجود. قالك ست اطباق غويطه. شغال؟ شغال. اقول لك 24 قطعه بيدخل معاك الفرن والميكرويف الصفحه اللي جبناها قبل كده كانت 18. بص الطبق الغرفه بتاعه عامل ازاي؟ ده 24 ثواني يا ست الكل هوريك. بص الطبق الغويط. بص يا حبيبي اللي بقى بنعمل اللايف هو عملي قدام الناس وبنقول لك الكميه موجوده والناس واقفه مستنيه اللايف يخلص عشان تاخد العرض. مطلوب منك ايه؟ تعملي مشاركه وشير وتنزلي بكره الساعه 12 الظهر تيجي تحقق الكميه قبل ما تخلص. البولات الغويطه كمان جبتها لك اهو. يبقى عندك تكوين ما بعده تكوين يا عم مصطفى. واللون اللي تحتاجيه هتلاقيه. اللون اللي انت عايزاه تلاقيه. بص من المقاس ده وعندك سته من المقاس الغويط ده شغال، وعندك سته من الطبق الفلات ده، وعندك سته من الطبق الكبير. ستة وستة يبقوا 24 قطعة ب899. واللي يحب النبي يصلى على النبي يا عم مصطفى. اللي يحب النبي يصلى على النبي. العرض ده بفضل الصلاة على النبي يا وحش. بقول لك 24 قطعة ب899 جنيه. العرض ده شغال بكرة حتى نفاذ الكمية. حتى نفاذ الكمية. ورينا الوانات بقى. طلع له كده حسن الوانات يا حسن. يلا يا وحش. يا وحش. يلا وحش كله يطلع. أول عرض طقم السيلي ب899 جنيه. ده أول عرض يا عم مصطفى. تعال. أنا جايب لك خمس عروض للتاريخ. شغال؟ شغال. خمس عروض للتاريخ. بص يا حبيبي تعالى بيقول لك النهارده عاملين لك خمس عروض. بص الجنزاري. بص الجنزاري. بورسلين حراري. مايكرويف شغال. ديش ووشر شغال. شغال اللون الاسود. اوعى المكسيك. الاسود. الاسود. اللون بتاعه مطر. اللون بقى بيخش الميكروويف. تيجي من بدري. ليه تيجي من بدري؟ الالوانات دي بتتخطف. الناس اللي واقفه اصلا عايزه تاخدها. انت تيجي بدري تلحق الالوان. شغال؟ اللي يعجبك شغال. بقول لك الاسود اللي بيجيب ابيض. بص يا حبيبي. بص الاسود الترند بتاع كوكو اند اس. الله يبارك لك. الثمانيه ال 24 قطعه بنقول هنبيع بكام؟ هنبيع بكام؟ 899. خليكم فاكرين 899 جنيه. بيقول لك 899 جنيه. طقم السيلي بكره ب 899 جنيه. بص يا حبيبي بقى انت عندك لون واحد وممكن تاخد طقم ميكس اتنين لون. يعني لو عايزه اتنين لون شغال. عايزه لون شغال. بص عامل ازاي؟ ده بيتباع بألفينات. ها الله يبارك. بيتباع بألفينات. بيتباع ب2250 بره. اتنين لون ب899 جنيه. 899. بص عامل ازاي؟ ميكس اتنين لون 24 قطعه. قطعه واحده لكل عميل. الله يبارك. تيجي بدري عشان تلحق الكميه. كله يبقى. هم 200 طقم وانت اولى. شغال. الناس بتسالك على العناوين يا باشا. موجود في فرع الوراق كورنيش النيل. بكره هيتحول لفرع الشبرا الخيمه وفرع ملف الخيمه. الله يبارك لك. فرع الكورنيش امام كنيسه العذراء والملاك. فرع المنزلي والكهرباء. طقم ال 10 899. هي دي الصفقات. دي اول لقطه. شغال ب 899. وقلت لك 899 جنيه. الشغل موجود بكميات. عندك الغويط وعندك الفلات وعندك البولات وعندك السرافيز الكبيره بكميات وبالوان. كله بورسلين حراري بيخش الميكروويف. شغال. ده العرض رقم واحد. تعالى. العرض رقم اتنين. اكبر عرض في مصر. كوكو اند اس بيقول لك حلة شوربة بورسلين حراري تتحط على النار مباشر. شغل رمضان وصل يا ناس يا عسل. تتحط على النار مباشر. اهو. اللي هتقدمي فيها شوربة اللسان عصفور والملوخية في رمضان على الفطار. بص عاملة ازاي؟ بص الديكالات عاملة ازاي والالوان عاملة ازاي؟ حلة بتتباع ب 500 جنيه. كوكو اند اس يبيعها لك بكام؟ دمر بقى. بألوانات. دمر بقى. هو بألوانات. هو. هو هو. بص الاسود اللي بيغيظ الابيض. بص الحلويات. متأكد ان العرض ده هيعجب الناس كلها. يعني انت هتاخدي النهارده طقم عشا ومعاه الحله يبقى انت خدتي طقم صيني. شغال؟ شغال. ومش هيكمل 1000 جنيه. شغال. بص يا حبيبي اللون اللبني اللي حكايته حكايه. كل ده بورسلين حراري بيخش على تحطيه على النار مباشر. لو عندنا بوتاجاز هنجربها لكم. انا حاططها على البوتاجاز اهو. اهو بص الوانات. على اللاشرمانيا اهو يا واحد. على اللاشرمانيا. بص الالوانات شغال. بص دي بس عشان دي الزبون عايزه تاخدها بقى لها ساعه والنبي. بص الالوان عامله ازاي. اللون البينك. بنقول لك تعالى بسرعه بدري عشان تلحق الكميه. قلنا الونا على دو اول قطعه اتباعت. يلا بينا. اديني بدري تلحق. يلا بينا. يلا بينا. الحله دي بتتباع ب 500 جنيه. كوكو اند اس بيباع بكام؟ دمر بقى. 199 جنيه. ازاي؟ ب 199. بيقول بكام ده؟ بورسلين. بيقول لك ب 199 جنيه. شغال؟ 199 جنيه. بورسلين
ب199. ازاي يا عم؟ الملوخيه ما تحلاش من غير حل الكوكو هندسه. بيقول لك بتتحط على النار مباشر. على النار يا حبيبي، بتتحط على النار مباشر، مباشره ب199 جنيه. 199 جنيه موجوده بالواناتها كلها. الله يبارك لك، تاني عرض اهو بالواناتها. بيقول لك الحله ب 500 جنيه بكره البورسلين في محلات كوكو هندسه ب 199 جنيه. شغال الحله دي لو جبناها بايركس هتعدي ال 1000 جنيه. بقول لك دي، بنقول لك بورسلين بكره ب 199 جنيه. انتوا مستنيين ايه؟ 199 مستنيين ايه؟ بص بقى، 199 جنيه اللي جاي ده مار شامل، ده العرض رقم 2. العرض رقم 3. تعالى بقى على التالت. العرض رقم 3 قلنا عاملين لك خمس عروض اقوى من بعض. الصيني، خمس عروض اقوى من بعض مش هتلاقيهم تاني. الصيني تعالى، احنا هنساعد الناس كلها، العرايس كلها تجيب. تعالى الاسعار كلها غليت، هنساعد العرايس كلها تجيب. والاسعار عند كوكو هي هي زي ما هي، هنساعد العرايس كلها تجيب صيني. بص يا حبيبي، الست فوق بثلاث مقاسات، المربع الفلاني. بس الفلات عامل ازاي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بص يا حبيبي، ده بص الطبق، الطبق ده شغل فنادق. بارز ازاي؟ ده شغل فنادق. بص الطبق، شغل مرمى ايه؟ شغل فنادق وشغل اصول. بص الفلات، إيه بص المربع الفلات ده، ايه ده؟ بص ده، ده إيه لسه 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 إيه كل ده لسه ما وريتكش حاجه. حد يا وحش افتح ده. بص السيرفيس بتاعه، افتح وفرجني. بص افتح وفرجني بتاعه عامل ازاي. ايه ده؟ ايه ده؟ بص يا حبيبي، ايه ده؟ ايه ده؟ يبقى عندك انت مقاس من ده. بص ده المقاس الكبير، مقاس الرز الكبير اهو، ومعاك الفلات اهو، ومعاك بتاع الرز الوسط اهو، ومعاك ده اهو، ومعاك مقاس الغرف اهو. 18 قطعة 3 في 6. شغال تشتريتي طقم صيني اهو، مش حارمه نفسك من حاجه وتاخدي معاه الحله. شغال طقم صيني اهو، يعني جايب لك اللباق فرداني وتاخدي الحله. ال 18 قطعه بكام؟ بكام يا وحش؟ هدمر دمر هدمر دمر. 1750. ازاي؟ ب 1750. بيقول لك البورسلين الحراري بكره ال 18 قطعه ب 1750 جنيه. بورسلين حراري، الاسعار دي من قبل الغلا ولا مش موجوده؟ ده بورسلين حراري ب 1750. والله ببلاش، ثلاث مقاسات اهم ببلاش، وردهم ب 1750. اقل حاجه في الحراري ب 2.5. اقل حاجه ب 2.5 النهارده عند كوكو بيقول لك ب 1750 جنيه. 1750. شغال ازاي؟ انا مش عارف، بس ب 1750. انت خدت طقم صيني وما حرمتيش نفسك من حاجه، مليت المطبخ بتاعك باقل سعر في مصر، مش مكمل 2000 جنيه يا عم مصطفى. الله يبارك لك. النهارده اقل طقم 10 18 قطعه بيبدا من 2500 جنيه. شغال شغال يا قلب الواحد. رقم 3. الله يبارك لك، صلوا على الحبيب كده واعملوا مشاركات كده، اعملوا مشاركات. بيقول لك عملنا طقم الصيني ب 899 جنيه، الحله البورسلين اللي بتتحط على النار النهارده ب 199 جنيه. بص يا حبيبي، تعال طقم ال 10 30 قطعه اهو، جه من تاني. شغال 30 قطعه، جه من تاني. شغال شغال، لازم يكون شغال. جه من تاني، عشان الناس اللي ما بتلحقش الكميات بقول لك جه من تاني. شغال وهوريك، هوريك الوانات الليموني، الليموني والناس ليموني. شغال شغال. بص المقاسات يا عم مصطفى، ال 30 قطعه اهو، 30 قطعه مش 18 ولا 24. بص مقاسات اطباق. بص يا حبيبي لسه بيطلع، لسه لسه دي موصله على لسه لسه. بص يا حبيبي، كل ده كل ده، بص بولات اطباق غرب، اطباق مسطحه، السرافيس الكبيره هنا غلط، مجات مجات وحلوات المجات. بص يا حبيبي، كل ده بكام؟ اهم حاجه تصلي على النبي بس. انا عايز الناس تقول بما يرضي الله، لو هتشتري طقم 10 بورسلين النهارده 30 قطعه بالمنظر اللي انت شايفه، حراري حراري ميكرويف، خش مايكرويف. الله يبارك لك. بص عندك الوان كمان، لو عايز الوان في الوان. شغال شغال، يبقى الناس تتسارع عشان تلحق اللون اللي انت عايزاه. تيجي بدري، تيجي بدري عشان تلحق الالوان اللي انت عايزاها. تيجي بدري، احنا بنقول لك العرض شغال حتى نفاذ الكميه. تيجي بدري، العرض شغال حتى نفاذ الكميه. 30 قطعه دمر بقى، صل على النبي بقى، علي افضل الصلاه والسلام. النهارده طقم ال 10 ال 24 قلت لك اطباق بس من غير مسكات، قلت لك بيبدا من 2500 بعد زياده الاسعار. كوكو هندسي بيقول لك ال 30 قطعه عرض واحد لكل عميل ب 750. هتقول ازاي؟ اقول لك احنا ازاي؟ احنا بتوع الصفقات. بيقول لك كل ده ب 1750 جنيه. قال لك عايز الفلات ب 1750 جنيه موجود، عايز حله الشوربه ب 199 جنيه موجود. هو انتوا قاعدين مستنيين ايه؟ 30 قطعه ب 1750. 1750 ببلاش. اعمل لك ايه تاني؟ ببلاش في الجو يا عم مصطفى، ببلاش. بقول لك كل دي صفقات، هات الاركوبايركس. بنقول لك الشغل ده تيجي بكره الساعه 12 الدور، عشان مفيش منه كميات، مفيش
كميات. سجون كوكو وجروب كوكو اكبر من اي كميات. بص يا حبيبي بيقول لك العروض دي معموله من القلب للقلب. تعال ب 899 جنيه طقم السيني. تعال بيقول لك الحله ببورسلين ب 199 جنيه. اصحي معانا. خش على الاركوبايركس بقى. صل على النبي. صل على الحبيب. بقول لك الاركوبايركس ال 60 قطعه الحراري اللي بيخش معاكي برضو الميكروويف والغساله الليبوب بالاشكال الجديده. اكل وشرب ده مطبخ كامل متكامل معاكي في الطقم. شغال شغال اكل وشرب. يا كوكو كمل اشوف انت الترند برضه يا كوكو. تعالى بص يا حبيبي بص الليبوب بتاعك. بص البوله الكبيره. شغال شغال كل حاجه معاكي. ايه ده ايه ده؟ وبرمود مقاسات البوق جاتوه كل حاجه. دي كلا كامله مطبخ دي كلا كامله متكامل. عايز مشروبات هتلاقي. بكام؟ قهوه شاي هتلاقي. شوبات هتلاقي. لا بقى ما تقولش بكره بس. ما تقول بكره بس. 799 جنيه ب 799 جنيه الاركو بيركس العرض ده بكره بس. بكره بس. كل الوانه. قال لك البورسلين بكره ال 30 قطعه ب 1750 جنيه. انتوا مستنيين ايه؟ تشكيل السيني كله موجود. تشكيل السيني كله قدامنا موجود وعروضه كلها شغاله. نبدا صنف صنف اهو. يلا انا عايزك تدمر على طول. بص يا حبيبي تعالى بقى. طبعا النهارده بعد اسعار السيني الناس مش عايزه تشتري سيني. بس انا عامل لك عروض هوفر لك يوم للتريب سعر رخيص. شغال شغال. طقم ال 62 قطعه القبه اللي وصل النهارده 9000 جنيه اهو. قبه قلنا قبه قبه. كوكو هيوصل السيني لاوروبا. شغال. تعالى تعالى تعالى. ال 62 قطعه يا عم مصطفى فضي ذهبي. كل الاشكال اللي انت عايزاها هتلاقيها. 24 شكل موجودين. لسه يا عم زي ما احنا لسه مكملين. بتاع ندنا وعن عنيد. اخويا الترند مش عارف ماله. اخويا الترند ماله. هنعمل عروض يعني هنعمل عروض. اللهم بلغت اللهم فاشهد. يلا تعالى بسرعه بقى. 62 قطعه لو ما لحقتيش تشتري بالسعر اللي انا هكتبه والله ما هتعرفي تجيبي تاني. ما تساليش على الاسعار دي تاني. بالبونت العريض اهو عشان انا متاكد ان انا اقل سعر. 6 ونص بيتباع في اماكن بدون ذكر اسمها جنبنا ب 9200 جنيه. اللهم فاشهد. انا عندي بالسعر القديم كميه لو خلصت مش هقدر ابيع بالاسعار. بص يا حبيبي عند كوكو بكام وتعلم؟ 6 ونص. بيقول لك ب 6000 ونص الاوبا اوبا اوبا. انت خش على 6 ونص على اي مجلات اي حد في مصر اي حتى في الاونلاين هتلاقي الطقم ده. لو لقيتيه عند حد ب 6 ونص او اقل منه روح اشتريه. انا اللي بقول لك ما تضيعيش الفرصه. بس الطبق الليزر 6 ونص. فنجان ليزر ما تضيعيش الفرصه. نوتس وحلويات 6 ونص. تعالى ورينا الالوان ما تضيعيش الفرصه. تعالى 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 على الطقم الصن رايز الطعم الورده. زهقت من مربع والمدور جايبين لك المتمن 61 قطعة فضي ذهبي بينك روز كل منت جرين الاشكال والالوان الجديده 2024. اقسم بالله اللي هتفوت الاسعار دي ما هتعرف تجيب سيني. ما هتعرف تجيب سيني ب 8400. ده انت عند كوكو اند اس في العرض بس النهارده وبكره بكام؟ بكام؟ بكتب اهو بالسعر البونت العريض عشان لو لقيتيه بره ارخص انت اولى. بس مش هتلاقيه. ده السر رايز ده. ده السر رايز ده. ابو 9000 جنيه ب 7400 جنيه بكره. عندي توب الارض وخليني انا ب 7400 جنيه بكره. خليني انا اخر مش هتجيب واحد. السعر ده من مصنعه النهارده. خليني انا اخر واحد. ب 7400 جنيه. كله 62 قطعه. ب 7400 جنيه. الله يبارك اللهم بلغت اللهم فشل. الله يبارك لك الشغل. الشغل رايح في ذمه الله. تعالى لي. تعالى بقى. بص يا حبيبي تعالى بقى. بص يا حبيبي بص كده. بص ده طقم 61 قطعه 62 قطعه. الشكل اهو دور الفلان. بص كل دي اشكاله حتى الفلان كل دي اشكاله. بص الاشكال عامله ازاي. بص اذنك اهم حاجه التكت. كل ده شغل لوتس فتحي محمود. لوتس فتحي محمود. انا بتكت على الصيني في اللايف ده عشان انا شايف الناس ما بقتش عندها القدره بعد ارتفاع الاسعار ان هي تجيب صيني. فرصتك الوحيده النهارده وبكره لن تتكرر. شغال ما بيقولكش من بيع بالسعر القديم. ده بيعمل لك عرض على السعر القديم. ال 62 قطعه بكام عند كوكو اند اس فرصه واحده لن تتكرر. بكره بس. بكره بس. وحتى نفاذ الكميه بيقول بكام؟ ب 6999 جنيه. خليني انا اخر واحد. ب 6999 جنيه. خليني انا اخر واحد. لف عند مصر كلها وخليني انا اخر واحد. والله ما هتلاقيه. 6399 وانا متاكد انك هتلف وهتجيلي. الله يبارك لك. هتلف وهتجيلي. مش جايبين لك شكل عاملين لك عليه عرض. هتلف وهتجيلي. احنا جايبين لك 8 اشكال. تعالى لي على الشكل وبنقول لك هو ده اللي عليه عرض ولا بنصفيه. جايبين لك 8 اشكال واللي انت عايزه هتنقيه. تعالى لي على العشاء. تعالى بقى وطقم العشاء للطبق بس. بصي ده عندك طقم عشاء 25 قطعه منقط 2 لون مربع فلان.
بكره معاكي في العرض بكام؟ بكام يا ب 2750. الله يبارك لك. ب 2750. 2750 عندك جنيه. التشكيله دي كلها، ده طقم 10 24 كيلو. بص الهاند مين، بص كل ده، كل ده، كل ده، كل ده ست اشكال. بص الاشكال بكره في العرض بكام؟ ممنوعات يا صاحبي، ممنوعات ب 2999. الله يبارك لك. 2900 بعد اذنك بس عشان نوري الناس المصداقيه. 3400 اهو. بيقول لك بكره ب 2999 جنيه. 2999 خصم 415 بكره. بكره بس، بكره بس خصم 400 جنيه اهو. تعالى خش على الميكس اتنين لون. تعالى بقى على المربع مش المدور. طبق مربع وطبق مثلث. 24 قطعة يا مكساتك. بكام؟ ب 2495. دمر بقى. بكرة في العرض ب 2100 جنيه. الله يبارك لك. ب 2100 جنيه. يعني شايل لك 400 جنيه برضه. ب 2100. ب 2100 جنيه اللي اتنين لون. ب 2100. هتفكري يبقى أنت دفعتي 1000 جنيه زيادة لو ما خدتيش بالسعر ده. تعالى. تعالى لي بقى على ده بقى. بعد إذنك كده. ده 24 قطعة. أدي الشكل. سباها. اتنين. بس الشغل الرايق. تلاتة. كل ده بورسلين فتحي محمود ها؟ حراري. فتحي محمود. حراري. فتحي محمود. الختم بتاعه. واحد اتنين تلاتة. وادي الشكل الرابع بتاعه يا عم مصطفى. شغال؟ شغال. وادي الخامس، وادي السادس، وادي السابع، وادي الثامن. بكره بدل 2750 ب 2400 جنيه بس. 2400 جنيه بكره. 2400 جنيه. صحاب الذوق العالي والناس اللي بتحب الحاجه الرقيقه بيقول لك بكره ب 2400 جنيه. ما اشتريتيش؟ ببلاش ببلاش ببلاش. هتجيب 3300 بعد كده. ببلاش والله. تعالى لي. تعالى. كل دي تشكيله العشاء. بص ده، بص يا حبيبي، بص ده، ده حكايه. بص ده، بص ده طقم الكيتي. ده طقم 36 قطعه. انا بقول لك اشتري بدل طقم الصيني، في كل حاجه. ومربع فلات بيتباع بكام؟ ب 500. ب 5119. ب 4800 بكره بس. ب 4800 جنيه بكره. ب 4800 بكره بس. ب 4800 جنيه بكره. تعالى لي على ده. 24 قطعة. ده الكنار البارز. ادي لون. اتنين تلاتة. شغال؟ شغال. بيتباع ب 3300. بيتباع ب 3300. بكرة في العرض 2950. 2950. 2950 اهو السعر اهو. تيجي تشتري بيه بكرة. تعالى. ب 2950 جنيه. ده 26 قطعة. بكام؟ بص ادي شكل. اتنين تلاتة. المكسات السوداء. واحد اتنين تلاتة اهو. بيتباع ب 3200. بكرة في العرض بكام؟ بكام؟ ب 2900 جنيه. 2900 جنيه بس. 2900 جنيه. ب 2900 جنيه الشغل في ديزني ممنوعات. تعالى تعالى. كل دي عروض يوم 10. هو بكره يوم دمار. مش عايزكوا تنسوا العرض ده. 799 جنيه اول عرض واقوى عرض. 899 جنيه. 899. بيقول لك بكره طقم الصيني ب 899 جنيه. انت بتسالني على الاسود. الاسود اهو ب 899. الاسود اهو. والكميه بكره موجوده في الثلاث فروع. الله يبارك لك. تعالى لي على طقم العشر مربع الفلات. تعالى. المربع الفلات من غير كلام كتير بكره 3499. شكل 2 3 4 5 6 7 كل ده 3499. 3499 جنيه. 3499 جنيه. تعالى يا عم مصطفى. انا جاي اهو. تعالى. انا جاي اهو. دايركت الحراري اللومينارك الفرنساوي. اللومينارك اللومينارك واشكال اللومينارك. اللي بقى ممنوعات. بص وقف تصديره خلاص ما بقاش فيه منه هيدخل مصر تاني. بص يعني لأستنى. اللي عنده ده عنده ممنوعات. بقول لك في العرض بكام؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ 3300. ايه ده غفلني. اخر عرض ليه كان ب 3700 جنيه. 900. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بيقول لك ب 3300 جنيه بكره ال 40 قطعه. اشكاله كلها موجوده. ال 40 قطعه مش ال 25 قطعه. اشكاله كلها موجوده. الاشكال عامله ازاي؟ اشكاله كلها موجوده. بص الاشكال ده معاه السكريه ومعاه المجات ومعاه البوله بتاعت الشوربه وغيرها. يكفي بس لومينارك فرنساوي. بيقول لك ب 3300 جنيه العرض ده. انا بقول لكم مش هيقعد بكره ساعتين. ال 60. تعالى تعالى. حلاوه ال 60. عايز عدد ازيد. 60 قطعه موجود. في كل حاجه برضه. مالك ال 40 قطعه؟ الاشكال كلها موجوده. ب 3300 جنيه. والاشكال كلها موجوده. بص اشكاله. والنبي تعالى وريني بيتباع بكام. بص اشكاله. بيتباع ب 4860 جنيه. الله يبارك لك. خليها تخرج. 4400 جنيه. خليها تخرج. 4400 جنيه. كوكانديس ما بيتنافسش. واللي مش هيجي بكره خسران. كوكانديس ما بيتنافسش. يا رب كميات. حط طقم الاركوبايركس بتاع كله. ب 4000 اي شكل من دول ب 4400 جنيه. بص بقى عندكم فطار من الابره للصاروخ. شغال؟ شغال. بس خد العرض ده الاول. تعالى بقى الاركوبايركس الجلوري. عشان الناس بس اللي بتقعد تدمر في الاسعار وعاملين لك فيها ابطال و
وهم اصلا كسبانين في ال 50%. وكان ديس بيقول لك ده 58 الجلوري. تعالى يا واحد الفايركس حراري بيخش الميكروويف حراري كل حاجه حراري شغل تركي. بص احنا اهو بنصور اهو والناس واقفه بتستفيد من العروض معانا. بقول لك بكره فيه. بكره تلحق العروض دي. وكهندس بيقول لك ده بكره بكام؟ بكام يا وحش؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده موتني مش دمرني. 58 قطعه ب 1800 جنيه ابيض واسود ب 1800 جنيه الميكس الاثنين لون 58 قطعه. الاشكال السوداء كمان موجوده اهي. ايه ده ايه ده الاسود بتاعه موجود. يقول لك بكره ب 1800 جنيه. تعالى على الفطار يا حبيبي. تعالى طقم الفطار ال 24 قطعه معلم. بيقول لك دمر طقم الفطار ال 24 من شركه لوتا اللي وصل النهارده 3850 جمله. بوكو عند اتش بيقول لك ارخص من جمله 850 جنيه ب 2999. 2999 2999 2999 جنيه 2999 2999 والله هو 2999 والله هو 2999. اعمل لك ايه ده؟ ادمر الراجل ده ماشي بيدمر. بيقول لك ب 2999 جنيه. ده 36 قطعه المط شغال 36 قطعة المط الشغل المستورد بدل 3900 ب 3450 بكره. 3450 450 بكره. قال لك خليكوا فاكرين بكره طقم الفطار المط المربع ب 3450. الكلام ده موجود عند كوكو اندس عرض اليوم الواحد. بص يا عم مصطفى 24 قطعه. بص الطقم عامل ازاي؟ بيتكلم عايز فلل عايز قصور. بكره عند كوكو اندس بكام؟ ب 3499. برضه هو سبت ايه ما عملتوش؟ 3499. انت سبت ايه ما عملتوش؟ انا سبت لك انت الاختيار. لو ما جيتليش بكره انت اللي هتخسري. الاسعار كل يوم في الزياده واحنا بنعمل عروض. الله يبارك لك. العروض دي متاحه في فرع الوراق كورنيش النيل قدام كنيسه العذراء والملاك. بنفتح من الساعه 11 لحد الساعه 11 بالليل. وفرع شبرا الخيمه قدام محطه الكهرباء جنب كافيه دوار جحا. فرع ملف السيما قدام كشري المجنون. قسم الادوات المنزليه والاجهزه الكهربائيه عشان ما تتوهيش عني بعيد. كل العروض دي متوفره بكره بمناسبه عيد ميلاد الوحش كوكو وعيد الحب وحب بحب ولف بلف. وكل سنه وانتم طيبين. احلى جروب في الدنيا.